بعد احتجاز دام قرابة 4 أشهر، أفرجت السلطات الإيرانية اليوم عن المواطن الكويتي فالح العازمي الشهير باسم بويمعة، وسلمته إلى السفارة الكويتية في إيران. قال متحدث باسم أسرة فالح العازمي لتلفزيون الراي أن السفارة كانت على تواصل مستمر معهم، وتم إبلاغهم بأن فالح في حوزة السفارة، وتم نقله جوا من مكان احتجازه إلى طهران. وللمزيد حول تفاصيل الإفراج عن المواطن فالح العازمي المعروف بويمعة، ينضم إلينا عبر الهاتف خال الرحالة الأستاذ طلق الهيم. نرحب فيك أبو طلال، وحمد الله على سلامة فالح. كيف تلقيتم خبر الإفراج عن فالح، وماذا تم من إجراءات حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أخوي علي أشكرك وأشكر تلفزيون الراي على هذا الاهتمام في إخلاء سبيل ولدنا فالح. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة اللي أنعم الله علينا فيها، وتم فك أسره، ولله الحمد. بعد الشكر لله سبحانه وتعالى، كان تواصلنا الحقيقة مع سفارتنا بدولة الكويت في طهران، حقيقة كانت خلية نحل، وحقيقة كنا متواصلين مع الأخ فلاح الحجرف والأخ البناي. حقيقة كانت بشرة بالنسبة لنا ولأهل الكويت بشكل عام، وهذه حقيقة ما هي غريبة على شباب سفارتنا في طهران. وفعلا اليوم كلموني من طهران، من أرمينيا اللي هي فيها السجن اللي محجوز فيه فالح، على أساس أن اليوم بإذن الله يطرون حق طهران. الحقيقة الأخ صلاح البناي وكلمني ومعه فالح يعني برا السجن، وحقيقة كانت مكالمة يعني من المكالمات اللي فعلا يعني ما أنساها. الحمد لله يعني أنه أيضا ليست هناك أي تهمة بالنسبة حق فالح. الفترة اللي قضاها ما يقارب يعني 4 شهور كانت الحقيقة عبارة عن يعني تأكيد، والحمد لله طلع ما في أي شيء، وإن شاء الله. نعم، يعني أستاذ طلق، أنت تأكد بأن خروج إن شاء الله أو وصول فالح بإذن الله إلى الكويت اليوم؟ لا، مو اليوم، راح يكون احتمال إن شاء الله بكرة، يعني إذا الله سهل إن شاء الله باكر بإذن الله أنه يكون إن شاء الله موجود. إحنا بانتظار بس ساعة الوصول، يعني تحديد ساعة الوصول. أهم شيء بالنسبة لنا هو حقيقة خروجه من السجن بدون تهمة وبدون أي شيء، وهذا الحقيقة اللي احنا توقعناه. نعم. فالحقيقة أنا يعني بهذا الموقف الحقيقة أشكر كل أهل الكويت بشكل عام بدون أي يعني تخصيص، على كل من أرسل ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. والحمد لله يعني كان التعاون هذا سواء كان من قبل يعني الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية أو مجلس الأمة أيضا على الشعب اللي راحت إلى طهران برئاسة الدكتور عودة الرويعي، وأيضا والأخ خليل أبل، وبدعم من الرئيس مرزوق الغانم. حقيقة كان جهودهم أيضا مع سفارتنا بالكويت حقيقة أظهرت يعني طلعوا حقيقة بنتيجة، وهذا حقيقة ما هي غريبة من يعني على أهل الكويت بشكل عام. والحمد لله يعني كنا الحقيقة هذه الساعة كنا نرتقبها يعني لحظة بلحظة، والحمد لله إن الله الأمور يعني يسر الأمور، وهذا الحمد لله فضل من رب العالمين علينا. نعم، بإذن الله. الأستاذ طلق الهيم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.